فصل الشتاء على الابواب، وكيف ما كتعرفوا كيكونوا فيه بعض المشاكل ديال لي زاليرجي لينا ولوليداتنا. زياده على المشاكل في تجفيف الملابس بسبب انخفاض درجه الحراره وبسبب الشتاء. في هذا الابيزود ديال صحتي مع ال جي غادي نشوفوا كلكي كونساي اللي يمكنوني باش نتفادى هاد الصعوبات. لا تكنولوجي فابور ستيم بلس ال جي كتمكننا نغسلو حوايجنا اون بروفوندور ونشفوهم بسرعه، زياده على القضاء على 99.99% من البكتيريا الجراثيم ومسببات الحساسيه، وهكذا ملابسنا كتخرج ناشفه وبلا تكماش. زياده على هذا وباش نكونوا واجدين بوغ افرونتي ليفير لازم نو فيتمون مونطو اي ميم لي غروس كوفرتور يتغسلو بدي سيكل اي موفمون ادابتي. غراس على انتيليجونس ارتيفيسيال دايركت اي اي دي دي، الماكينه ديال التصبيغ ال جي يمكن ليها تعرف لا تيكستور ديال الحوايج وكتادابتي لو سيكل دو لافاج اوتوماتيكمون، وهكذا كنغسلوا ملابسنا مزيان وكنحافظوا عليهم مده اطول. واخيرا مع لابليكاسيون ال جي ثانك يو ممكن ليكم تلونسيو لا ماشين ديالكم فين ما كنتو ولو خارج البيت، وهكذا كنكونوا واجدين مواجهه فصل الشتاء بملابس نقيه وبلا ما ياخذ لينا هادشي وقت كبير. وهكذا كنكونوا ختمنا الحلقه ديالنا، شكرا لكم على تتبعكم.